السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم احمد قناة كلمة شهر. اليوم عندنا لعبة من العاب البلس اللي اسمها توني هوكس برو سكيتر، يعني ان شخص في السكيت يعتبر محترف جدا يعني. فاللعبة هذه لعبة من العاب البلس لشهر اغسطس، فخلونا نبدأ في اللعبة الحين. فلا تنسونا من اللايك والاشتراك وخلونا نبدأ. طيب الحين عندك حاليا هنا عندك زي سكيت تور. طبعا اول ما تبدأ اللعبة يعطونك، يقولك هل ودك يعطوك توتوريال خاص باللعبة بحيث تتعلم المهارات، تتعلم جميع الأشياء، تقريبا معظم الأشياء اللي تهمك إنك يعني خلينا نجيب نقاط من خلال السكيت. طبعا في هنا عندنا سكيت تور، فتجي هنا يحطوك أكثر من منطقة بحيث إنك لو حبيت تفتح المنطقة اللي بعدها، فمثل إحنا حاليا لو حبينا نفتح المنطقة اللي هي سكيت بارك، فيطلب مننا ان احنا نخلص من المنطقة اللي قبلها اربع مهام او اربع اهداف نخلصها، بحيث احنا لو خلصناها راح يفتح لنا المنطقة اللي بعدها. فلو قلنا لا خلاص خلنا مثلا ننتقل المرحلة هذه مثلا، فالحين طالب منا احنا نسوي اكثر من مهمة، فندخل مثلا على الحلبة هاي افتراضا. طبعا اللعبة فيها سنجل بلاير وفيها الملتي بلاير، انك تلعب مع الناس. اشوف المنت بلاي صراحه امتع بكثير من انك تلعب هذه، حتى ما بس يعني خلينا نشوف اللعبه يعني ك ممتعه. طبعا حاطين لك اهداف تحاولك ما تطيح، طبعا ممكن بدايه اللعبه بتطيح كثير مره بتصير صعب عليك، لكن مقدما بتحس الموضوع مره سهل. ايوه طبعا النقاط هذه انت تجمعها اللي هي هذا عشان تجيب الاهداف حقتك. ايوه اوكي. طبعا لو ميلت الحركة راح نقول يعني تطيح او اللاعب يطيح. يا مثلا احنا نحاول نقدم كان احنا ما نطيح اللاعب. طبعا اذا صار ازرق معناها ان النقاط محسوبة لك. فالان زي ما تشوفون انا الحين جاي حاليا. ايوه اهم شيء دخلنا المنطقة اللي بعدها. شوف الحين حاليا مجمع 30 نقطة او 30,000 نقطة عفوا. فالحين خلينا نشوف وش يعطونا من اشياء. يقول انا خلصت اللي هي الكومبو والهاي كومبو. اوكي خلاص الحين شغلتين من اصل باقي الشغلات. فلو جينا شيء كذا وحبيت مثلا انتقل المرحلة اللي بعدها، بيقول لك لا باقي تخلص شيء الاضافيات، فلازم ارجع واجمع مثلا الحروف مثلا او العلامات حق الطائرات او اي شيء من هذا بحيث تفتح معي المرحلة اللي بعدها. طيب نرجع من هذا، نرجع لين حط اوت ونرجع اول شيء ونشوف اللي هي متل بلاير. طبعا متل بلاير انا اشوف انه امتع بكثير بحيث انت تتنافس مع بقية اللاعبين. فنجي هنا نسوي نقول لهم والله نبغى كويك ماتش. يلا فالان راح يبحث لنا عن جيم. ايوه حصل مجموعة من اشخاص كويس والله عضو جاهز. اتوقع ممكن تكون جاهزة خلال فترة انها تكون كلبة بلس للشهر نفسه، بعدها اتوقع ممكن تموت في الغالبية لان ما عليها ذاك الطلب كثير، خصوصا انها يعني كاسكيت يعني ما في ذاك اللعبة او خلينا نقول الممتعة جدا صراحة اللعبة. ايوه الحين لازم نتنافس احنا مع بقية اللاعبين ونجيب اعلى سكور. يا ساتر يا مش قاعد ادور لي انا مكان اتزحلق فيه. والله في واحد جايب 100,000. طيب ديم عليك طيب يا صاحبي. نحاول نجيب نقاط بعد زيادة.
ساتر. خلينا نشوف ان هناك نبقى شغله هناك. يا ساتر والله انا صرت الرابع حاليا، بحاول اجيب زياده من النقاط. يا شيخ يلا يا مدير. يا ساتر والله انا صرت الخامس انا عشيتي. يا سلام. يا سلام يا سلام، هو الشغل. يا سلام اديله. لا يا شيخ خسرت الاربع الاف ذي، كان عندي كومبو فخم. وكذا 2000. انا حاليا ثالث. لا لا يا شيخ كنت اطيح شوي، كنت اطيح. يا سلام ياوك. على المهم الثالث مره كويس حتى الان. يا سلام جبنا الثالث، الثالث مره كويس. طبعا بعد ما تلعب بالميتا بلاير وتجمع نقاط وزي كذا، فعندك شغله ثانيه تقضي هي اللي هي R1، فتدخل هنا على نظام اللعب نفسه. فاذا قعدت تلعب كثير فبتصير تلفل الشخصيه نفسها، واذا لفلت تجي هنا تضغط R2 تخش لين المرحله هذه. هنا تقدر تعدل اللاعب حق بحيث انك تخلي مثلا يسوي مثلا مهاراته، او انه هو يقلب مثلا اللوح اللي هو السكيت نفسه، فتحسن من المهارات اللي هو قاعد يسويها اللاعب نفسه. فممكن تحسن من سرعته، تحسن من سرعة شقلبته في الهواء، او انه لما يشقلب مثلا السكيت نفسه، فتحسن كل الاشياء هذه عن طريق ان هي نقاط او انك تلفل مثلا. اوكي نرجع خش على الشغله اللي بعدها. طيب هنا لما يكون مثلا معك فلوس لما تطلع تلعب اقيام انت بلاي اول تجمع فلوس، او انك تخلص مثلا المهام المطلوبه منك، فتجي عندك مهام هنا تاخذها بحيث انك مثلا تلفل اللعب، تعطيه ليفل جديد. وتجي هنا ايضا تحصل هنا، خلينا نشوف ليفل كذا عندي هنا اللوك، افتح لنا سكيت جديد. بنجي هنا بتحصل هنا اشياء تقدر تشتريها. دقيقة نشوف في الشوب حقهم هنا. راح نخش هنا على البود. ايوه شوف هنا، هنا تحصل البود اشياء يعني بدك تشتريها تحطها على السكيت نفسه. وهنا عندك خلينا نقول من الناحية اللي هون يعني يدعس عليها اللاعب نفسه، الجهة خلينا نقول الداخلية من السكيت. وعندك هنا ايضا الكفرات نفسها تحط لها اشكال نفس الكفرات، تمام. وعندك هنا طبعا هنا عندك التحديات، هذه التحديات كلها تسويها عشان زي ما قلنا تلفل الشخصية، بحيث انك ترفع من قدرة الشخصية انها تسوي مهارات او تسوي المهارات المطلوبة منها بشكل افضل واحسن يعني. فهذه هي جميع الاشياء عن اللعبة، اتمنى ان المقطع عجبكم، يعطيكم العافية متابعة، اشوفكم ان شاء الله في اللعبة القادمة من العاب البلس. يعطيكم العافية ومع السلامة.